خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا استاذ اسامه؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه جدا ان انا قدرت اتواصل معاك. ربنا يخليك، انا سعيد ان حضرتك معايا. انا اسمي سالي. سالي. سالي ميخائيل. اهلا بيكي. من اسوان. اجدع ناس، ربي يخليك. انا عندي 35 سنه ومتجوزه من حوالي 15 سنه. يعني اتجوزت كده في اول 19. بدأت بقى المشاكل من اول شهر، كان بيخوني من اول شهر جواز. كان بيعرف واحدة قبل يعني، وابتدى بعد الجواز ان هو برضه فضل معاها. اكتشفت طبعا الموضوع، رحت لزقت لأهله، خليت خاله اتدخل في الموضوع فحاول يبعدها عنه كده. بعدت، راح اتعرف على واحده تانية، وابتدت بقى سلسله المشاكل بسبب الخيانات الكتير. يعني نغير قصه، هي من خيانه لخيانه لخيانه يعني. كل فتره كده شهر شهرين يعرف واحده جديده. بيجيبهم منين؟ معلش سوري، عشان انا راجل برضو زي جوزك كده، عايز اعرف انتوا بتجيبوا الستات دي منين. ما انا نفسي اعرف بجد هو بيجيبهم منين. هو في حته كده هو بخيل جدا معايا. بس بره بيحب يظهر ان هو معاه فلوس عشان يجذب الستات اللي زي كده. اعتقد الستات اللي تعرف واحد عشان معاه فلوس تبقى حاجات رخيصه قوي يعني. بيدخلوا بقى في قصص، يعني يا ريت مثلا اللي هي نزوه او بالفلوس وشكرا. لا، قصص ان هي بس بتكرهني فتحاول تبعدني عن بيتي، تعمل مشاكل عشان هو يضربني فيمشيني. عشت في الموضوع ده كتير. يعني انا اول ما اتجوزت، بعد جوازي بشهر على طول رحت خلفت بنتي الكبيره. فطبعا اتدبست من اول الجواز، فاللي هو لا وحياتك لو ما كنتيش خلفتي كنت اتدبستي برضه. مش اسمك سالي ميخائيل؟ ايوه. خلاص، ما انت متدبسه يا سالي. فكنت خلاص بقى متدبسه، اللي هو والله انا عايز اعمل حلقه حقيقي اسمها جواز النصارى. صدقي بقى احنا انا ساعات بحسد الدين الثاني عشان هم رغم كل المشاكل اللي بتمر بيها الستات. طب انا عايز اقول لك حاجه يا سالي، حاجه عايز اقولها لك، لان دي حصلت من صديق ليا. وصديقي ده مسلم ومتجوز ومخلف، ربنا يبارك له هو ومراته واولاده، يعني اولاده خلاص اتخرجوا من الجامعه. لما راح يخطب راح يطلب البنت من اهلها. وهو راجل مسلم متدين وجميل يعني. قال لابوها، قال له بص يا عمي، انا جاي اطلب ايد بنتك، وانا جوازاتنا جوازات نصارى. قال له قصدك ايه يا ابني؟ قال له يعني احنا ما عندناش طلاق، ده مش في الخطه، احنا جوازات. الجوازه الصح على فكره لا فيها نصارى ولا فيها مسلمين، ياما في مسيحيين متبهدلين وياما في مسلمين. ايوه فيها تقي ربنا. طب وبعدين حصل ايه؟ كنت مسيحه او مسلم. بعدين فضلنا في المشاكل دي كتير، مش قادره ازعل عشان انا بابا متوفي وانا بنت وحيده على ثلاث ولاد. وماما شويه بتحب اخواتي الولاد، ف مش قادره يعني تغضبي وتروحي تعيشي عند امك. ومش قادره مثلا تتحمل مسؤوليتي انا والعيال. وهي ارمله وتعبت كتير معانا لحد ما ربتنا، فما عندهاش استعداد ان انا اجي لها بمشكله مع جوزي واقعد. فابتدت يعني كل ما بزعل اروح اشتكي لها، مش عارفه ايه، فبتصلح تروح تتصل بيه، خلاص ما تخونهاش او ما توريهاش، ما تخليهاش تشوف. كله كان بيوصلني بعيد عنه خالص، ده بخلاف تليفوناته والرسائل اللي كانت بتجيله، وكانت وهو استمر برضه. ده استمر لدرجه ان انا دخلت في مشاكل كتير مع اللي بيعرفهم، اللي بتتهمني ان انا سرقتها. عشان وانت مالك ومالهم يا بنت الناس؟ انت ايه اللي دخلك في وسط النوعيات دي؟ بيكرهوني، هم عايزين يمشوني. طيب انت مالك يعني تتهمك انك سرقتيها وهي جات لك البيت عشان تسرقيها؟ دي يعني راحت عملت حوار كده لأهل جوزي وقالت إن أنا سرقت، اتفقت مع واحد يروح يسرقها عشان أأدبها، وكتبت لها على المراية عشان دي قرصة ودن عشان تبعدي عن جوزي. وأنا وحياة ربنا فعلا ما حصلش مني الكلام ده يا جماعة. اللي أنا بسمعه ده قصص ولا شارلوك هولمز. وبعدين زي كأني عايشة في فيلم هندي صدقني. فضل يضرب فيا، أخدت فترة كان حابسني مش عايزني أعرف حد عشان ما يوصلنيش خط سيره. أخدت بتاع سنتين وهو كان بيقفل عليا الباب الحديد من بره بقفل حديد،
كنت ساكنه في الدور الارضي، وكان بيقفل عليا برضو البلكونه بقفل حديد عشان ما اتعرفش على حد وما حدش يوصل لي. يعني خلاص اتأقلمت على قعدة البيت، بس جاني اكتئاب لدرجة ان انا بقيت زي المريضة النفسية، مش عايزة اشوف حد، مش عايزة اتكلم مع حد، حتى لما بشوف الناس خلاص اتعودت على السكوت، مش عايزة اتكلم. طب انت ايه دلوقتي وضعك؟ ما انا جاية لك في الكلام. طبعا بعد كل المشاكل دي حاولت الانتحار 3 مرات، لاني امي مش قبلاني، مش عايزاني ازعل، وانا مضطرة ان انا استحمله وان انا عايش معها على نفس الوضع ده. تعبت، كان بيضربني كتير، كنت لما اواجهه بالخيانة واقول له يا انا يا هي، يقول لي لا هي، انا مش هخسر حد علشانك. انت ازاي ايوه ازاي تحطي نفسك في موقف انك تقولي له انا يا هي؟ تحطي نفسك في مقارنة، او تحطي نفسك في وضع، في يعني حطها في وضعك ازاي يعني؟ عشان انا اهلي امي مش عايزاني، فكانت بتتصل بي، حتى لما اروح لها زعلانه كانت بتتصل بي من ورايا تقول له لا تعالى خدها وعشان العيال وبتاع والكلام ده، كان بيبعت لي حد. طب واخواتك الولاد فين؟ مفيش راجل وقف لك؟ الثلاثه، والكبير ده غلبان قوي، ما كانش بيحب المشاكل. الصغير يا ستي مفيش غير الصغير ده، وكان اصغر من ان هو يدخل لي في مشاكل. ابتدى يدخل لي في مشاكل بقى لما المشاكل وسعت، و كنت زعلانه منه بسبب خيانه كده، ورحت اخد شنطه هدومي من عندهم. اتلموا عليا اهله وبنات خاله وقرايبهم كلهم، ضربوني في الشارع وانا كنت لوحدي، انا رايحه اخد شنطه هدومي من هناك، اتلموا عليا ضربوني. جه جوزي بدل ما يشيلني منهم جه يكمل عليا ضربني. ويعني انا مكسوفه اقول لك الحكايه دي على الهواء، انا من كتر الخوف انا عملتها على نفسي، تخيل. من كتر ما ان انا فعلا قسوني، ضربوني قوي، وواحد من ضمن الناس اللي في الشارع راح اخدني من وسطهم وركبني عربيه ومشاني. زعلت برضو الفتره دي، وكنت خلاص خلفت البنت الثانيه، لان انا خلفتهم ورا بعض على طول، فماما ما استحملتهمش برضو، اتصلت بي والدتي تعالى خدها وتغير وابقى كويس وبتاع، وابتدى يوعدها لا انا هبقى كويس وهتغير، ما اتغيرش، وكان بيحبسني لدرجة ان انا في مرة كانت بنتي الكبيرة دي كانت لسه صغننة كده، عندها 1.5 سنة، وتعبت معايا جدا، جالها حمى وانا محبوسة ومش عارفة اوصل له، كان شايل مني التليفون بيقول لي انا، كان تليفوني بايظ، فكل يوم يقول لي بكرة بعده. فالبنت لما تعبت خالص استنيت واحد معدي كده من تحت البلكونة، قلت له لو سمحت انا عايزة اطلب جوزي من عندك. رحت طلبت رقمه، لقيته مسافر، هو بيسافر من غير ما يقول لي، بيسيبني لوحدي في الشقة. راح اتصلت بيه، راح بعت لي اخته، طلعت البنت من الحديد بتاع البلكونه عشان هو مسافر، فكان في حته واسعه كده شويه، يعني هو بيقفل عليك البلكونه، بيقفل البلكونه والباب، والباب ويسافر في الشارع. طب البيت لو ولع هتعملي ايه؟ هو ده بقى اللي وصلني لدرجه ان انا انفجرت، يعني انا كنت راضيه بس انفجرت، وفضلت اسقع معاه، ورحت مسكت سكينه عشان هو بيضربني على طول، قلت له مديت ايدك عليا انا هضربك بيها. راح هو اخدها من ايدي وراح غرسها في وركي. انا بقى لما شفت الدم فدخلت الاوضه قفلت على نفسي وشربت علاجات كتير. جاتني زي حاله طبعا اغماء كده، قعدت 3 ايام وانا عملوا لي غسيل معده في المستشفى وكده. هو حتى وعيالك يا بنتي انت بتعملي في نفسك كده ومش بتفكري في اولادك؟ تعبت، احنا مسيحيين وجوزتي يا ستي ان شاء الله تعملي له محضر. يعني هقول لك ايه، روحي الاب كاهن في الكنيسه قولي له تعالى شوف حل في ما فيش حد واقف جنبي، ما هو الكلام ده عشان انا اعمله لازم يكون حد واقف. اصل انا كنت في الوقت ده برضو مش كبيره، في العشرينات، ف ما تروحيش ليه القسيس في الكنيسه قولي له يا ابونا تعالى شوف الراجل اللي عمال يضربني ده. دخلت كهنه كتير ما بيرضاش يروح يتكلم مع حد، كل كاهن يقول لي جيبهولي هنا، فما بيرضاش يروح يتكلم مع حد، يقول لي لا انا مش رايح، وعلى مفخنك اركبيه واللي انت عايزاه تعمليه. المهم خلاص بقى تعبت، عيالي كبروا شويه، قلت لها امي خلاص انا لو انت مش عايزاني انا هعيش لوحدي، فازاي ومش ازاي، واخواتي قالوا لي لا ما ينفعش، المهم سيبيه واحنا هنعيشك معانا. المهم اخدت شقه عشان اخواتي ساكنين في البيت، فما كانش ليا مكان وسطهم، اخدت شقه ايجار وعشت فيها انا وامي وبناتي. قعدت بقى فتره اتبهدلت، اشتغلت كل حاجه يا اسامه، اشتغلت كل حاجه متعبه، تعبت في كل شغل، اشتغلت منظمه افراح، كنت بشيل ترابيزات واكليريك وبحضر الكوشه والدانس شلت حاجات تقيله كتير، لدرجه ان انا جالي غضروف
ما بقتش قادره اشتغل، كنت كل يوم بروح لدكتور يقول لي لازم تسيب الشغل. ف بعد كده ابتدوا يقنعوني طب ارجعي له عشان خاطر انت خلاص تعبتي من الشغل وكده. بيني وبينك انا خلاص قلت خلاص انا هسيبه بقى يخوني يعمل اللي هو عايزه بس يكفي عيالي. رجعت له عرفت طبعا حاجات كتير في الفتره اللي انا سبته فيها، عرفت اني هو كان ماشي مع ستات كتير وكان بيعمل علاقات مش كويسه، لدرجه ان في واحده كانت حامل منه وراحت سقطت والكلام ده وصلني عن طريق الدكتور اللي سقطها وهو ما يعرفش ان انا مراته، وهو بيحكي بالصدفه لصاحبتي اللي جنبي لان هو كان يعرف صاحبتي، فبيحكي لها بيقول لها ده فلان عمل كذا كذا كذا. طبعا وانا مراته قاعده مصدومه. سمعت كل ده وقررت ان انا برضه عشان خاطر بناتي. انت معايا يا اسامه؟ سامعك انا سامعك، بس انت من ابشع القصص اللي جات لي في حياتي جدا، لدرجه ان هو ضرب قدامي مره عشان خاطر واحده، واحد كان يعرف الواحده اللي هو بيحبها وجه عشان جوزي مش عايز يبعد عنها، جه ضربه قدامي جاب سنجه كبيره كده وجه فضحه قدام العماير كلها وفضل يزعق له وضربه وعوره قدامي، وما قدرتش برضه امشي ولا قدرت اسيب بيتي، ما عرفتش اعمل ايه. ضعيفه ومكسوره وما فيش ماليش ظهر وماليش سند. ليكي ظهر يا بنت الناس، ليكي ربنا، ربنا ما بيسيبش حد. كنت دايما بقول يا رب بس يمكن ربنا شايل نصيبي بعدين، بس تعبت فعلا. طب انت دلوقتي عايشه ازاي؟ رجعت له بس كل ما سوقه بتزيد، والسوء الاكبر في ده كله ان انا الفتره اللي انا سبته فيها رفعت نفقه عشان هو ما كانش بيصرف عليا، كان بيرشي المحضرين ويقول ان هو مش موجود، ما عرفتش اخد النفقه منه، قعدت 7 سنين وما عرفتش اخدها منه خالص. حولوني على بنك ناصر كنت باخد 500 جنيه بس، طبعا ما كانتش بتكفي على معاش بابا، ما كانتش بتكفي، كانت الظروف صعبه. فقالوا لي ارجعي له، اضطريت ان انا ارجع. بص عايز يطفشني بس بالذوق، يعني اللي هو بيبخل عليا في كل حاجه، مستخسر فيا اي فلوس. تخيل ان هو مستخسر ان هو يسيب لي 50 جنيه كل يوم وانا معايا بنتين كبار، يعني انا معايا بنتي الكبيره دي 13 سنه. طب بتاكلوا ازاي وتشربوا ازاي؟ هو بيجيب الاكل بس مش عايز يسيب لي مصاريفه، واحد بيقعد اليوم كله بره البيت، واحيانا بحب اشتري حاجات من السوبر ماركت اللي تحت او كده، مش بيبقى معايا فلوس، يعني حتى لو نزلت مثلا مش معايا مواصلات مش معايا فلوس. جوزك ده كان عايز واحده ترقصه تلعبه على الشناكل، واحده توديه وتجيبه وكانت هتمسكه من رقبته وتلعب بيه الكوره طول العمر، دي النوعيه بتاعت الناس اللي ما كانش ينفع معاه واحده طيبه اساسا. فضل هو واخواته بقى يقنعوني اني لازم اتنزل عن النفقه عشان هو مش عارف يسافر، هو مع سواق ومع ميكروباص سياحه فمش عارف يسافر ولا يروح اي مكان بسبب موضوع النفقه ده، ففضلوا يقنعوني ان انا اتنازل له عنها، وفعلا رحت اتنازلت عنها معايا. وفعلا خلوني رحت اتنازلت عنها. بعد ما اتنازلت عن النفقه لقيته بقى اللي هو بيعمل كل حاجه تكرهني فيه. هو من زمان ما كانش في بيننا علاقه حميميه مستديمه، كان بيقعد بالثلاث شهور مش بيلمسني ولسه على نفس الوضع وما اتغيرش. بس كويس. اكبر مشكله كويس، لان هو لو لقط مرض من اي علاقه حميميه مع واحده بره ممكن ينقلهولك. حصلت قبل كده ان انا اول ما رجعت له ابتدى يطلع لي حاجات زوايد جلديه كده في اعضائي، فلما رحت للدكتور قال لي دي عدوى، وهو كان معايا قال له دي منك، هو ما كانش مقتنع بالكلام ده، فالدكتور قال له دي انت واخدها من حد وانت اللي عادتها بيها. فاخد له فتره بقى عشان خاطر الموضوع ده ما بيلمسنيش، حس بالاهانه يعني ان هو اتكشف قدام الدكتور وان انا كشفته ان هو بيعمل علاقات، فبطل ان هو يجي جنبي خالص. انا مش عايزه العلاقه دي، بس في نفس الوقت اوعى تفتكر يا اسامه ان الست لما بتكره الراجل برضه ما بتغيرش ان هو بيعرف حد غيرها. ايوه انا معاكي، بس انت النهارده حتى لو انا مش حباه بس انا مجروح ان هو بيعرف يستدعيني. اكيد انا مقدر وحاسس باللي انت بتقوليه وفاهم اللي انت بتقوليه. بص يا بنت الناس، اتفضل. انت مالكيش سند ولا ظهر غير ربنا، وربنا على فكره ما بيسكتش، وان كان ربنا سمح لك بتجربه تخش فيها
والتجربه دي تبقى قاسيه شويه عليكي، عشان بيختبر ايمانك وبيختبر تعلقك بيه وبيختبر قد ايه انت هتفضلي ماسكه في ربنا وتقولي له يا رب مهما بعدت من حاجات ومهما مريت بتجارب انا عارفه ان انت واقف في ظهري. بس انا تعبت، معلش، من كتر ده. واخدت فتره لما كنت سايباه، اخدت سنتين في القاهره انا وامي وعيالي، ما لقيتش شغل خالص هنا في اسوان، وكل ما بنزل شغل يعني انا حلوه شويه فبشعري، فالناس مش متقبله طبعا فكره اني ست حلوه تنزل تشتغل، لقيت رزاله كتير وضع طبيعي ده، دي اخلاق مجتمعنا. كل شغل كنت بنزل فيه كنت بلاقي اللي بيراضيني اذا كان من ستات او من رجاله. فعشان كده بصي دي حروب في العالم سيكون لكم ضيق، واخد بالك ازاي؟ دي حروب، ودي حروب العالم. هتلاقي الحروب دي في شغل، هتلاقي الحروب دي في جيران، هتلاقي الحروب دي في جوزك، هتلاقي الحروب دي من اهل جوزك، هتلاقي الحروب دي حواليك في كل حته. ولكن طول ما انت متمسكه بربنا، ربنا عمره ما هيسيبك، هيفضل دايما سندك وهيعديكي من كل الازمات. بصي قولي له يا رب انا راضيه، وارفعي ايديكي وقولي له يا رب اللي انت هتعمله فيا انا مطمنه مهما حصل فيا، من كل الافعال اللي بتيجي من بره ومن عدو الخير، اي شيء جاي لي من بره وحش انا مش قلقانه منه طول ما انت معايا، فانا ماسكه في ايدك يا رب ومش هسيبك ابدا. امسكي في ربنا يا بنت الناس، لان اللي انت فيه دي يعني حدوته من اوحش الحواديت اللي وصلتني.